Bienvenue chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer un gâteau au grain de lin. Les ingrédients pour la recette. Alors, il me faut des grains de lin et je les mixe. J'ai pris un verre de grain de lin et je les mixe. J'ai pris deux verres de farine, la moitié d'huile d'olive, un verre de sucre, c'est le même verre. Les œufs, j'ai pris quatre, un yaourt, deux levures, la moitié d'un citron et deux cuillères de vinaigre. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينه ماليه. اليوم باش نحضروا جاتو بالزريعه الختان. جاتو تحفون برشا ويصلح ياسر للصغيرات خاصه. شنو يلزمنا الروسيت هذيا؟ يلزمنا زريعه الختان ما نصعدوهاش قبل ما نرحوها. انا خذيت يعني مقدار كيس رحيته وكاهو وما نصعدوش على النار. المقدار الكيس هذاك ناخذ عليه زوز كيسان نتاع فارينه، نص كيس نتاع زيت، كيس سكر، زوز ساشيات نتاع فارينة نتاع جاتو، خميرة جاتو، وكعبة ياغورت، نص كعبة قارص، وأربع كعبات عظم والخل. تبعوني وتشوفوا الروسيت تحفونا برشا من بالتجربة، يعني تحفونا للآخر. والما يعرفش زريعة الكتان راهي هذه نستعملوها للخبز، نستعملوها في برشا حاجات، نستعملوها في البسيسة، نستعملوها في الفاح، نستعملوها في عديد الأكلات. نستعملوها زريعة الكتان راهي تحفونا ياسر وبه ياسر الصح. نخطو البول نتاعي ونحط السكر، وذا بكم السكر حلو شوية مع كعيبة الياغورت شي تحليكم بعد تحطوا العظم. مانيش بستعمل لا روبو ولا ميكسور، مش نخدم بيتي. الروسيت تحفونا ياسر والصغيرات وقت نعطوها لهم تغذيهم خاصة للبوتي ولا في الصباح. خلط العظم السكر مع بعضها، الياغورت والسكر، حط كعب ياغورت السكر، خلطهم لبديك مع بعضهم بالبول بداية. ما هو سهل برشا باش نسجلو ما تنسجلو، يعني نغلطو وقت المكونات ساعات نغلطو انا غلط. حط القارص، Faut bien mélanger le yaourt et le sucre ensemble tout d'abord et après on ajoute les autres ingrédients. Faut le sucre est allé comme le gros gros. Zid le khal. J'ajoute le vinaigre. خلى راهو تحفور ياسر في الجاتو ونستعملوه كعبة الجاتو تجيكم خفيفة. نزيدو نحطو العظم، نبدا خلطي بدا، نزيدو نحطو زيت. نبدا نحط الفرينة بشوي بشوية، نحط لا لوفيور لي دو ساشي باش تجيكم كيفة، خاطر حبة الختان الزينة هذاك علاش حطينا زوز ساشيات نتاع خميرة. أنا عندي دو ساشي إكسباي باسكو لا فارين دو كران دو لان اللي هي نتاعي بوغدو. خلط، نزيد نحط توا كران دو لان، نبدا خلط. ناخذ البلاطو اللي يلزمني باش نحط فيه وندهنو بالزيت، ولا اذا كان عندكم ديمولاج تستعملوه.
تاني. جلي مون فور 180 اي جو لو مي 20 مينوت. نشعل الفور على 180 درجة ونحطو 20 دقيقة ويلزمكم تعسو على الفور نتاعكم. كل فور كيفاه. Voilà mes amis, comme vous voyez notre gâteau il est prêt. Si vous voulez le laisser comme il est, c'est très bien. Ou vous pouvez ajouter du sucre glace, c'est très bien aussi. Moi j'ajoute un peu de miel. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الجاتو نتاعنا حضر. اذا كنت تحبوا تخلوه كيما هو ولا تزيدوا سكر غلاس، تزيدوا كونفيتور، تحبوا تزيدوا انتم مش تحبوا سكر ولا عسل ولا انا مش نزيد شويه عسل بسيفتو اللي هو ما هوش فيه ياسر سكر. زيد شويه عسل ولا كونفيتور اللي عندكم في الدار ولا سكر غلاس زيد كيف J'ajoute un peu de graines de lin. Vous pouvez mettre des amandes si vous souhaitez. Voilà mes amis, comme vous voyez notre gâteau, il est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mélie. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الجاتو تاعنا حضر بحبه كتان تحفون ياسر رزيت تحفونه وخفيفه بكل اكديكم راهي خفيفه للاخر. ان شاء الله عجبتكم الرسيت وان شاء الله تجربوها في دياركم. وما تنسيوش تمشيو باج كويزي مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي رسيت ولي زيدين. تبقوا على خير وان شاء الله تقابلوا في رسيت ما احسن.